راح أتكلم عن موضوع المياه الجوفية بشكل تفصيل أكثر يعني شوية. طبعا العنوان المحاضرة هو الجراد ووتر هيدروليكس، والمقصود بي يعني من تسمع أنت جراوند ووتر هيدروليكس، يعني المقصود به يعني هو العلم اللي يختص بدراسة تواجد وحركة وتوزيع هذه المياه، يعني حركة هذه المياه دراستها، وما تتطلب طبعا من معادلات وقوانين ودراسات وما إلى ذلك. هذه كلها تدخل ضمن الووتر جراوند ووتر هيدروليكس. حقيقة هذا الموضوع موضوع مهم جدا، خاصة في ظل يعني شحة المياه وما إلى ذلك، المياه السطحية بكل أنواعها. للمعلومات، المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض ككمية أو كحجم مياه هو أكبر مما موجود فوق سطح الأرض من المياه العذبة. أنا أتكلم يعني المياه العذبة اللي موجودة في الأنهار وفي بعض البحيرات وما إلى ذلك، مجموعة كلها كميتها الموجودة فوق سطح الأرض ما موجود تحت باطن الأرض هي أكبر بكثير. لكن الإشكالية في إنتاج هذه المياه، الإشكال في إنتاج هذه المياه، حيث أن الجزء الأكبر من المياه يقع في أعماق كبيرة قد تصل أحيانا إلى 800 متر تحت سطح الأرض، وهذا يسبب لنا مشكلة في موضوع الإنتاج والكلفة العالية للإنتاج. هو هذه يعني بس فكرة مبسطة عن هذه المياه وأهميتها. يعني بالنسبة لنا في هذا الموضوع في مادة الري، الآبار اللي تستخدم أو عندما نستخدم مياه الآبار في الري، ففي هذه الحالة نسمي هذه العملية بـ well irrigation. يعني من تسمع well irrigation معناها الزراعة الموجودة في تلك المنطقة تعتمد على مياه الآبار. هذا هو المقصود بهذا المفهوم. طبعا المياه الآبار هذه يعني تستخدم لعدة أغراض، أغراض الشرب والزراعة وما إلى ذلك. يعني تعرفون في مناطق حول العالم تعتمد بشكل كامل على موضوع المياه الجوفية، يعني في دول تعتمد على المياه الجوفية بشكل رئيسي، يعني ممكن يعني أكثر من 70% من احتياجاتها تقضيها بواسطة المياه الجوفية. مثلا مو شرط كل الدول عندهم أنهار وما إلى ذلك. لهذا هذا الموضوع مهم. بعدين إحنا حتى من ننتج مياه من الآبار ما يعني يجب أن يكون إنتاجنا بشكل علمي دقيق، بحيث ما نأثر على الإنتاج. يعني أنتم خلوا بالكم أنه المياه الجوفية هي ليست مثل يعني أو آبار إنتاج المياه ليست هي نفس آبار إنتاج النفط. من حيث الفكرة، إحنا بالنسبة لنا آبار النفط من ننتج نفط مثلا، أنت قدر الإمكان كل ما تقدر تنتج أكثر وتبيعها وتحولها إلى فلوس أو إلى استثمارات وأفضل لك، لأن يعني احتمال في لحظة ما النفط ما يبقى له قيمة على سبيل المثال في السوق العالمية. لكن الموضوع المياه مختلف، فإنتاج الآبار يجب أن يكون دائمي. يعني إحنا يجب أن ننتج من الآبار بطريقة نحافظ على إنتاجيتها لأطول فترة ممكنة. هي طبعا هذه مياه اللي ننتجها من الآبار ليس من السهل تعويضها، يعني هي مو مسألة ثلوج وذابت وجدت مياه بمكانها عوضتها، لا، هذه المسألة مختلفة هناك. فإذا استهلاك هذا النوع من المياه يجب أن يكون بشكل دقيق وبحرص كبير على عدم استنفاذها والضرر بها، يعني وخفض مناسيبها الموجود عليها. طبعا هي بشكل عام مصدرها الأساسي هو ما ينتج من الريتشارج اللي هو التغذية من السطح ناتج من الأمطار أو من بعض المجسمات المائية مثل البحيرات أو الأنهار. طبعا هذه تغذي
مياه تتسرب إلى داخل الأرض وتصل إلى المياه الجوفية وتغذيها. هذا هو المصدر الأساسي لهذه المياه. نجي إلى البداية. طبعا هذا الحكي اللي حكيته الآن أغلب هنا في هذا الأسطر، هذه جراوند ووتر هيدروليكس. يعني هو أول شيء نعرف جراوند ووتر هيدروليكس is the science، هو العلم اللي يختص بدراسة existence وجود و distribution توزيع وحركة المياه الجوفية، واللي هي طبعا اعتياديا هي موجودة تحت سطح الأرض. طبعا هذه المياه تستخدم لأغراض عديدة مثل ما مذكور هنا، مثل استخدامها لأغراض الشرب والزراعة. If هنا يقول لك if this water is used for irrigation، إذا استخدمت هذه المياه لأغراض الري ففي هذه الحالة نسميها well irrigation. يعني هذه النقاط أنتم انتبهوا عليها، احتمال تسألون عليها مرات بالاختبارات هذه بالاختيارات وما إلى ذلك. تواجد المياه الجوفية، وجود المياه الجوفية geological occurrence of groundwater. قبل ما نبدأ نحكي على هذا الموضوع، أنتم تذكرون كنا في المحاضرة الأولى من حكينا على رطوبة التربة وما إلى ذلك. فممكن تقسيم الفورميشن أو تركيب التربة اللي موجود تحت سطح الأرض إلى قسمين، اللي هي منطقتين يعني ممكن نقسمها، اللي هي منطقة المشبعة ومنطقة الغير مشبعة. بالنسبة للتربة أو المنطقة الجذرية، احنا كان يهمنا المنطقة الغير مشبعة. فالمنطقة الغير مشبعة هذه طبعا هي من خلالها تصل المياه إلى داخل إلى هذه إلى هذه المياه الجوفية بواسطة عملية البيركوليشن، ديب بيركوليشن. طبعا في المنطقة في المنطقة الغير مشبعة، طبعا أكيد تذكرون أنه احنا كان عندنا عدد من يعني التربة المياه الموجودة فيها الموجودة طبعا في الفراغات كنا نقسمها إلى أنواع، اللي هي المياه الجرافيتيشنال ووتر، المياه الجذب الأرضي كنا نسميها، ومياه الأدزورب ووتر، المياه اللي موجودة في الفراغات لكن موجودة حول الدقائق ملتصقة بالدقائق من الخارج، والمياه الموجودة أيضا بالكابيلاري اللي تصعد من المنطقة المشبعة إلى هذه الفراغات، كانت هي الكابيلاري ووتر، الماء الشعري. طبعا هي هذه أنواع المياه بشكل عام موجودة. طبعا في الفراغات أيضا ممكن يوجد أيضا بخار الماء موجود يشغل أيضا حيز من هذه الفراغات. هذه وين هذا الكلام كله عن هذه الأنواع اللي تتكلم في المنطقة الغير مشبعة. أما المنطقة المشبعة ففراغاتها مملوءة بالكامل بالمياه. طبعا احنا تكلمنا في بعض الأحيان بشكل مختصر عندما تكلمنا عن الدرينج عن هذا الموضوع، عن المياه الجوفية وما إلى ذلك. نرجع إلى موضوعنا الأوكورنس، أين توجد المياه الجوفية أو وجود المياه الجوفية. طبعا المياه الجوفية بشكل عام لو نرجع إلى هذا الشكل، لو ننظر إلى هذا الشكل، المياه الجوفية توجد تحت سطح الأرض في تركيبات جيولوجية geological formations أو geological strata بالإنجليزية، اللي هو تركيب أو طبقات جيولوجية مكونة من الحصى توجد ضمنها هذه المياه. وهذه المياه طبعا تكون مستقرة على طبقات صماء ساندة، على طبقة صماء ساندة. شنو الطبقة الصماء هذه؟ هي طبقات من الطين أو من الصخور
الغير منفذة، يعني نفاذيتها أو حتى إذا كانت منفذة فنفاذيتها قليلة جدا، ما يحصل بها يعني مثل الحالة الطبيعية. فلهذا نسميها impermeable layer أو طبقة صماء. المياه الجوفية بشكل رئيسي توجد على شكلين من التواجد. طبعا التركيب الجيولوجي اللي يحتوي هذه المياه نسميه الخزان الجوفي بالعربية، وبالإنجليزية نسميه aquifer. أكوفر هذا الآن لاحظ مكتوب هاي الكلمة أكوفر. طبعا الأكوفرز يعني نوعين، عندنا نوعين من الأكوفرز، عندنا unconfined أكوفر وعندنا أو يسموه أحيانا water table أكوفر اللي بي يعني هو هذا النوع من الخزانات الجوفية اللي إلى سطح يعني نسميه water table أكوفر. أو النوع الآخر، طبعا هذا النوع الأول اللي هو unconfined aquifer يكون متواجد فوق سطح من طبقة صماء من الأسفل فقط، أما من الأعلى مثل هذا الشكل الآن فيكون السطح الماء معرض ومفتوح إلى الهواء الجوي. هذا نسميه unconfined aquifer. أما confined aquifer أو الخزان الجوفي المحصور، فهذا الخزان الجوفي المحصور يكون محصور بين طبقتين صماء يعني من الأعلى والأسفل، وهذا النوع من الخزانات الجوفية يعني يقع على أعماق كبيرة، وطبعا هو المياه هي المفضلة لأغراض المختلفة. يعني ليش؟ لأن أنت إذا تلاحظ الآن السطح النوع الأول من الأنكونفايد أكوفير، هذا المياه الموجوده في هذا الانكونفايد اكوفير او الخزان الجوفي الغير المحصور مياه موجوده ومعرضه الى الهواء الجوي، فاي تغيرات واي ملوثات تتسرب الى داخل الارض ممكن ان تجد طريقه وتتوجه الى هذه المياه وتلوثها. بينما هذه النوع الاخر اللي هو الكونفايد اكوفير أكوفر هذا محمي بواسطة وجود الطبقتين الصماء من الأعلى والأسفل وخاصة الطبقة الأعلى. وعلى سبيل المثال أيضا أو لا قبل ما نتكلم عن موضوع الآبار، بالنسبة لمنين تجي مياههم هذه يعني الأنكونفايد أكوفير بشكل عام الانكونفايد اكوفير ياتي مما يحصل من ترشح الى داخل التربه من السطح. هذا بالنسبه للانكونفايد اكوفير، يعني مياه مطر تتسرب الى داخل التربه تترشح، مياه ري زائده، اي نوع من المياه، مياه مرات من الانهار او من بعض المجمعات المائيه تتسرب الى داخل الارض وتغذي هذا النوع من المياه. اما النوع الاخر، هذا لا، هذا أحيانا قد يكون صعب تحديد مصدر مياهها بشكل عام، أو قد يكون مصدر تجهيزه بالمياه يقع على مسافات بعيدة، يعني احتمال تصل حتى إلى عشرات أو آلاف الكيلومترات، يكون تركيب جيولوجي واسع وشائع للامتداد، لكن يكون إلى مثلا تغذية في مكان ما. لاحظ الآن هذا الكونفايند أكوفير هذا امتداده قد يصل في مكان ما، هناك ريتشارج تغذية إلى، وهذه التغذية تصل إلى وتغذي هذا الخزان الجوفي. بالنسبة للخزان الجوفي المحصور هذا الكونفايند أكوفير اللي أحيانا يسموه أرتيزيان أكوفير، هنا لو نحفر بئر في هذا الخزان الجوفي فإن المياه سوف ترتفع إلى الحد اللي نسميه البيزومتريك هيد، يعني أو إلى المنسوب البيزومتري. لاحظ هنا هذا منسوب التغذية ومنسوب المياه هنا، طبعا إذا نمد هذا الخط فراح يكون بهذا الشكل. المياه لو أنت تحفر بئر فطبعا مثلا في هذا البئر سوف ترتفع المياه إلى حد هذا البيزومتر، الخط البيزومتري، طبعا بأقل شوية مرات هذه سعد اللوزز نتيجة الدخول إلى البئر وما إلى ذلك. طبعا هذا اللي تشوفوه في الرسم حول البئر هذا ما له علاقه بالمياه، هذا له علاقه بانشاء البئر. هذا هو عباره عن
مصفي، يكون في مكان دخول المياه إلى البئر يوضع مصفي لمنع الأجسام أو الدقائق من الدخول إلى مع المياه إلى داخل البئر. بينما النوع الآخر إذا حفرنا بئر في خزان جوفي unconfined اللي نسميناه أيضا إلى اسم آخر اللي هو water table whale أحيانا ممكن يسموه، هنا لاحظ أن المياه تبقى في البئر بمنسوب الwater table الموجود أصلا، يعني لأن المياه الموجودة أنت في الconfined aquifer تخيلها دائما أنت كأنه مياه موجودة في أنبوب ماء، يعني ماء الشبكة خلينا نقول، أو مياه النازلة من تانكي. طبعا المياه هتكون مالئة للأنبوب، وإذا يصير بها أي ثقوب أو أي كسر أو أي شيء راح ترتفع المياه إلى الأعلى بقدر الهيد اللي مسلط عليها. هنا نفس الشيء، ولهذا ترتفع المياه إلى الأعلى بفعل هذا الهيد الموجود. أحيانا هناك ما يسمى بال يعني perched water table، حقيقة بالعربية ما أعرف شلون يترجموه، بس perched water table أو خزان جوفي هذا النوع perched، هذا أحيانا هو ليس الخزان الجوفي الحقيقي، هذا ليس الخزان الجوفي الحقيقي. الآن في الصورة هذه عندنا خزانين جوفيين، واحد مفتوح وواحد محصور، لكن هذا الخزان الجوفي أحيانا قد تكون في التربة، يعني هو تركيب جيولوجي، قد يكون هناك في التربة في طبقة محدودة من طبقة صماء تحت الأرض وتتجمع بمياه مع حفر مع الأمطار ومع ترشح المياه وما إلى ذلك. فقد يعتقد البعض عندما يحفر ويصل إلى الطبقة الصماء يعتقد أنه هو وصل إلى الطبقة الصماء الحقيقية اللي هي مثلا هذه أو هذه، أي فهذه تسبب خدعة، يعني ينخدع بها الشخص اللي يحفر بئر. فهذا نسميه perched aquifer، وهذا النوع من الآبار مياه محدودة بعد فترة من الإنتاج سوف تنفذ مياهها. ليش؟ لأن يعني ما يجمع مياه، هذا مو خزان جوفي حقيقي. أوكي. طبعا هذا الكلام اللي حكيناه هو موجود هنا water in soil، يعني المياه في التربة. Occurs in many kinds of forms، يعني هذا حكيناه gravitational water وcapillary water والسوالف هذه. وعندنا gravitational water، هذا حكيناه بشكل واضح ما عندنا، بس عندنا الآن عرفنا الآن الفرق بين أين توجد المياه. يعني إذا أحد سألك شنو التركيب الجيولوجي اللي يحتوي المياه داخل تحت سطح الأرض راح تقول له الأكوفر. عندنا بعض المصطلحات المهمة في هذا الموضوع يجب أن نتعلمها، اللي هي أولا water table اللي هو منسوب المياه سطح المياه الجوفية. طبعا هذا تعبير water table بالمناسبة هو فقط مناسب أو ممكن استخدامه مع الـ unconfined aquifer في الخزان الجوفي الغير المحصور. بالخزان الجوفي المحصور ما عندنا water table، ما عندنا منسوب مياه، عندنا عندنا سطح بيزومتري عندنا هناك، يختلف الموضوع، يعني لا تخلط بين الاثنين. احنا هنا عندنا water table في مثلا في الخزان الجوفي الحر، احيانا حتى يسموه الحر هذا اللي هو المفتوح، هنا عندنا سطح هذا السطح، ولكن في الخزان الاخر ما عندنا water table، عندنا شنو؟ عندنا سطح بيزومتري اللي هو ممثل بهذا الخط المتقطع. فعندما تسمع water table فمقصود به ما نقصده بالنسبة للخزان الجوفي المفتوح. The level of water يعني هو منسوب المياه الجوفية is called water table،
It is defined the static level in well penetration, the zone of saturation. يعني هو يعبر عن منسوب المياه في البئر الذي يخترق المنطقة المشبعة. Aquifers, الخزانات الجوفية. الخزان الجوفي aquifer أحيانا يترجموه بالعربية إلى الحشرج. Aquifers طبعا أنا ما أعرف منين جاي هذه الكلمة، لكن هي الحشرج منين جاي ما أعرف، ولكن هي تترجم إلى هذه الكلمة. بعض الكتب العربية تكتبها بهذا الاسم الحشرج، أو أنتم تعلموا الخزان الجوفي. وهو حقيقة هو خزان جوفي، يعني هو يعني اسمه منطبق عليه. يعني في كثير من دول العالم ما يسمحوا للمياه تتبخر أو تروح هباء مثلا إلى الأنهار ولا ذلك، يحقنوها إلى الخزانات الجوفية تحت سطح الأرض للاحتفاظ بها لفترات قادمة، وهي أيضا تعتبر تغذية للمياه الجوفية، يعني ممكن الاستفادة منها أو خزان طبيعي موجود تحت سطح الأرض. Aquifers are water bearing strata or some geological formation أو بعض التركيبات الجيولوجية. Where gravel strata exist below the ground water، يعني إذا يقول لك هي مكونة من طبقات من الحصو اللي تسهل حركة المياه بها. طبعا بالمناسبة حركة المياه تحت سطح الأرض لا تتخيلوها مثل من نقول حركة مياه وما إلى ذلك، يعني أنت لا تتخيلها كأنه حركة مياه في قناة مائية أو النهر، لا، الحركة بطيئة جدا، لأنه أنت الحركة تصير داخل مسامات، ومعناها هناك إعاقة كبيرة لهذه الحركة. They may be confined and unconfined aquifer. Confined type is also called artesian aquifer، وهذا قلناه. Unconfined aquifer or water table aquifers is that aquifer in which water table serves as upper surface of zone of saturation. يعني يقول لك unconfined aquifer water table هو السطح الماء. Water table هو عبارة عن هو سطح المنطقة المشبعة. It is also called free or non-artesian aquifer. هذه أسماء أخرى لهذا الموضوع. Both unconfined and confined aquifers are shown، يعني مبينة في الشكل شفنا. طبعا in confined aquifers ground water is confined under pressure، يعني يقول لك في الخزان الجوفي المحصور المياه محصورة تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي. حتى هنا أشوف كاتب لك it is analog to pipelines، يعني هو ممكن يشبهها أو مماثلة لخطوط الأنابيب المياه الإسالة مثلا. here ground water is confined under the pressure of confined، نتيجة هذا يعني محصور تحت نتيجة وجوده في هذه المنطقة المحصورة، وإضافة إلى هذا الهيد اللي شرحته لكم بالمثال بالشكل. التعبير الآخر اللي نحتاجه احنا في هذا الموضوع هو البوروسيتي، المسامية، وطبعا تعرفوها انتم من التربة، نرمزها بالرمز N، وهو يعبر عن النسبة المئوية، يعبر عنها بالنسبة المئوية، وهي the voids نصف حجم المسامات إلى حجم أو الفراغات إلى الحجم الكلي للتربة في مية. coefficient of permeability خلوا ببالكم، هذه بعد شوي راح نحكي على شيء آخر مشابه. معامل النفاذية نرمز له بالرمز K. It is defined as the rate of flow of water through the aquifer، يعني يعبر عن كمية الجري الخزان الجوفي لكل وحدة مساحة، لوحدة مساحة واحدة لكل وحدة من الهيدروليك، وحدة واحدة من الميل الهيدروليكي. It is indicates the velocity وهو يعبر عن سرعة، يعني هو البيرميبيليتي بشكل عام هو يعبر عن مدى سماح التربة للحركة لحركة المياه أقصد، ويعبر عنه بوحدات سرعة، يعني
ممكن تقول سنتيمتر بالثانية، متر باليوم، وهكذا، اللي هي وحدات سرعة. Coefficient of transmissibility، معامل الناقلية يعني، أو معامل النقل، هذا أيضا تعبير مشابه إلى، لكن إلى علاقة بسمك الأكوفر. يعني أنت خلينا من التعريف هذا، لاحظ المعادلة، لاحظ أنه T تساوي Coefficient of transmissibility مبلغتي شو تساوي؟ تساوي K اللي هو الـ coefficient of permeability في سمك الخزان الجوفي. في سمك الخزان الجوفي. The rate of flow of water through through a vertical strip خلال شريحة عمودية من الأكوفر بوحدة مساحة واحدة extending the full saturation height under the under unit gradient unit height unit hydraulic gradient. طبعا طبعا انت تلاحظ هنا انا كي هنا انا كي هي عبارة عن كي في في بي. طبعا هنا انا راح يصير عندك متر مربع الناتج، بس بما انه هي وحدة مساحة واحدة يعني كانها مضروبة في واحد سلمة المكعب. Well hydraulics، طبعا هنا راح ندرس موضوع حركة المياه، وأكيد هذا موضوع أخذته هذا الموضوع أخذته بالتربة درسته. حركة المياه بالتربة يعني نستخدم معادلة دارسي، دارسي لو. طبعا هنا المقدمة يقول لك هنا يحكي عن دارسي، وهذا الشخص فرنسي، وعلى ذلك هذا خلينا منه. لكن هو من خلال دراسته ايش درس؟ درس حالة مثل هذه، أخذ كولوم اوف ساند يعني عمود من الرمل بمقطع إلى مساحة مقطع أي. طبعا وهناك فرق بالهيد بين مناطق هذا الكولوم. فمثلا في البداية كان على سبيل المثال مثلا هذا بيزومتر رقم واحد، الهيد بي هو H1 الهيد الكلي. طبعا بالنسبة لاحظ هنا يعني هنا معادلة برنولي، انتم اذا تذكرون معادلة برنولي كنا نقول الطاقة الكلية شو تساوي؟ تساوي V1 سكوير over 2G زائد P over جاما زائد Z. في المياه الجوفية عندما نطبق معادلة برنولي نلغي شحنة السرعة. ليش؟ لأن قيمة السرعة صغيرة جدا، وانت تيجي تربعها راح تصغر بعد، وتقسمها على على 2G راح تصغر بعد، فحتكون قريبة من الصفر يعني، فلهذا نلغيها دائما. إذا في معادلة برنولي بالنسبة لل المياه الجوفية نكتبها Z زائد P over gamma فقط. فالطاقة الكلية اللي هي H1 مثلا في البيزومتر هذا هي عبارة عن P over gamma زائد Z1. أما هنا فراح تصير عندك Z2 زائد P2 over gamma. طبعا المسافة بين البيزومترين دلتا X. هذا الشخص وجد أن التصريف خلال هذا الكولوم يتناسب مع طرديا مع مساحة مقطع الجريان، أو هذا الكولوم سكشنال اريا اللي هو A، كذلك تناسب طرديا مع فرق الهيد يعني اللي هو بين H1 إلى H2. يعني كل ما كان فرق الهيد أعلى حيكون التصريف عنده أعلى. وجد هذا من خلال دراسته. كذلك وجد أنه هذا التصريف يتناسب عكسيا مع المسافة بين الاثنين، يعني اللي هي هذا هنا مكتوب عندك دلتا إكس. فإجا وضع هذه الأفكار مالته، فكتب قال كيو تتناسب مع دلتا إتش على مع أي في دلتا إتش على إل. هذه إجا كتبها بهذا الشكل، كتبها قال Q تساوي أو تتناسب، آسف، تتناسب مع H1 ناقص H2 اللي هي دلتا H
على دلتا اكس في اي. طبعا كيو تتناسب مع دلتا اتش على دلتا اكس في اي. طبعا دلتا اتش على دلتا اكس هو الهيدروليك جريدينت، هو الميل الهيدروليكي، يعني هو خط الميل الهيدروليكي، هذا الخط المائل يعبر عنه بدلتا اتش على دلتا ال. طبعا من هذه اذا كيو تتناسب مع الاس اللي رمز على دلتا اتش على دلتا ال، رمز او دلتا اكس رمز له بالاس، ميل سلوب في اي، منها اس راح تتناسب مع دلتا اتش، او اس عفوا هي اللي تساوي دلتا اتش على دلتا اكس. او ممكن يكتبها بطريقه اخرى، يعني يقول كيو اوفر اي تتناسب مع اس اللي هي دلتا اتش على دلتا ال، منها في تتناسب مع اس. بما انه وجد ان في هذه اللي هي ناتج قسمه كيو اوفر اي تتناسب مع دلتا اتش على اوفر دلتا ال، فبامكان الان نقول في تساوي ثابت او في المعامل راح نسميه كي. انت هنا انتبه، يعني راح نقول في تساوي معامل راح نسميه كي في اس. هذا الكي هذا دارسي اجى سماه دارسيز بيرمابيليتي. يعني هنا انتبه، هذه ليست بيرمابيليتي، هذه دارسيز بيرمابيليتي، او ممكن تسميتها بتسميه اخرى نسميها هيدروليك كوندكتيفيتي. هيدروليك كوندكتيفيتي اللي هي الموصليه الهيدروليكيه. فالموصليه الهيدروليكيه هذه كي، هذه لها علاقه بلزوجه الماء، كثافه، درجه الحراره، هذه هي العوامل المؤثره عليه. يعني طبعا حتى اي، فهذه كي هي نسبه من البيرمابيليتي. يعني اذا اريد اوجدها هذه اضربها في مقدار في البيرمابيليتي حتى احصل على قيمه كي. فقيمه كي الموجوده في معادله دارسي هي ليست بيرمابيليتي، انتبه، هي ممكن تسميتها دارسيز بيرمابيليتي او هيدروليك كوندكتيفيتي. هذا الكلام حكينا، هذا كله حكينا. يعني في هنا لاحظ، هنا من البدايه قلنا في تساوي كي في اس اللي هي دلتا اتش اوفر ال، اس اللي هي دلتا اتش اوفر ال. بس للتاكيد بس تسمعوني. نعم دكتور. جيد يعني ما نايمين زين. وياك دكتور. جيد جدا، يلا يعني خلينا نكمل. فاذا كي هذه نسميها هيدروليك كوندكتيفيتي، لاحظ هنا أنا مكتوبه عندك، انا بدك تنتبه لها. او تسمى دارسيز كوفيشنت اوف بيرمابيليتي، او تسمى دارسيز كوفيشنت اوف بيرمابيليتي. فاليديتي يعني صلاحيه دارسي لو. دارسي لو لا تستخدم الا في حاله الجريان اللامينر، يعني احنا تعرفون عندنا جريان لامينر وعندنا جريان توربولنت، فهذا غير صالح الا في حاله الجريان عندما يكون لامينر. جريان لامينر يعني معناه طباقي، وهذا نحدده من خلال رقم رينولد. رقم رينولد شو يساوي؟ يساوي رو في دي اوفر ميو، ف او في دي رو اوفر ميو. ففي هي سرعه الجريان، دي متوسط قطر الدقائق تتحرك خلالها المياه، ورو هي كثافه الماء، على ميو هي اللزوجه. طبعا هذا رقم لا بعدي، يعني بشكل عام دارسي لو يعني مقبول ويمكن استخدامه، فاليد في القيم رقم رينولد من 1 إلى 10، هاي خلوها ببالكم، من 1 إلى 10، وطبعا مذكورة هنا هذه التفاصيل. يقول لك دي هي الافرج دايمتر اوف سويل جرينز، طبعا في هي السرعة، رو كثافة الماء، ميو لزوجة، وهذه اللي هي نيوتن سكند على متر تربيع وحداتها.
بعض خصائص البوريس ميديا، الوسط المسامي، هذه حقيقة شوية مهمة. The validity the availability, movement of and the quality of groundwater depends mainly on the characteristics of the medium. يعني وجود وتوفر وحركة ونوعية، يعني شوف ثلاث أشياء عندك أنت، توفر وحركة ونوعية المياه الجوفية تعتمد على الوسط اللي هي موجودة فيه. يعني ف على سبيل المثال إذا كان وسط عندك بمعادن كثيرة مثلا قابلة للذوبان، فهذه المياه سوف تكون تحمل هذه، تذيبها وتحملها. إذا كان الوسط مساماته مثلا تسمح بالحركة أسهل، ممكن تنقل بهذه الحالة هذا الأكوفر ينقل تصريف أكثر وهكذا. إذا كانت كمية المسامات كثيرة ممكن تحمل كمية مياه كثيرة. The following characteristics of the medium affect the availability and movement of groundwater. يعني هذه فيما يلي، هذه الخصائص ممكن تؤثر أو تبين لنا قابلية الوسط المسامي على حمل المياه أو احتفاظ بها. عندنا تعريفين حقيقة أساسية، عندنا specific yield of a soil formation هذه الأولى، وعندنا specific retention. الأولى specific yield هذه طبعا المفروض كان أسويكم ورقة وقلم تكتبون الترجمة أحيانا قدمت هذه، هذه يسموها بالعربية تترجم إلى العطاء النوعي، العطاء النوعي، العطاء النوعي، أو أحيانا يترجموها الإنتاجية النوعية، الإنتاجية النوعية. طبعا هذا التعبير هذا التعبير أو هذين التعبيرين نتكلم بهم الآن أو نخص بهم الخزان الجوفي الغير محصور، الخزان الجوفي الغير محصور، لأن هذا ما ينطبق على الخزان الجوفي المحصور. ليش؟ لأن من نجي إلى تعريفها شو نشوف؟ لاحظ specific yield of soil formation is defined as the ratio of the volume of water وهو يعبر عن وهو نسبة، يعبر عن نسبة حجم المياه، حجم المياه اللي موجودة في تركيب معين داخل التربة نسبة إلى حجم هذا التركيب اللي يمكن أعطائها، يعني ممكن أن ننتجها من هذه المياه بفعل الجاذبية، يعني ممكن أن تنطيها أو تستنفذ من التربة أو تأخذ من التربة بفعل الجاذبية. هذا يسموه specific yield. أما بالتعريف الآخر specific retention، طبعا هنا هذا يعني كمعنى تقريبا مشابه لما كنا نتكلم عنه في موضوع بالبداية، كنا نقول field capacity وال مثلا كان إذا كان التربة إذا المياه تدخل إلها فكان جزء منها يمسك في التربة، وهذا كمية الماء الممسوك كنا نسميه field capacity. طبعا هناك هذا كلامنا كان عن الجزء هذا، عن الجزء اللي هو بمنطقة الروزون اللي تهمنا في موضوع هذه، لكن هنا شوية نتكلم عن منطقة مشبعة أكبر اللي هو الأكوفر. specific retention اللي هو ممكن نترجم إلى المسك النوعي، يعني كمية المياه اللي تقدر تمسكها هذه التربة أو حجم المياه اللي تستطيع التربة، المياه التربة اللي بيها مياه يعني، ويعبر عن حجم المياه اللي تقدر التربة تمسكها ضمن حجم معين، يعني ما تبطيها بفعل الجاذبية الأرضية، يعني ما تستنفذ منها. هذا نسميه specific retention. طبعا الـ specific yield زائد specific retention مجموعهم هو يساوي الـ porosity، مجموعهم هو الـ porosity. يعني ليش؟
لأن هذا العطاء اللي يعطي بفعل الجاذبية كحجم، بينما هذا الـ يعني إذا بدنا نحكي عنه كنسبة طبعا، وهذا أيضا اللي يمسكه، فإحنا بدنا نحكي عن تربة مشبعة بالكامل، فإذا مجموعهم حيساوي البوروسيتي. هذا الشكل فقط للتوضيح، ما تبعا لأنواع متعددة من التربة، فاين جرافل، كورس ساند، وما إلى ذلك، هذه كلها يبين لك السبيسيفيك يلد، البوروسيتي، والسبيسيفيك ريتينشن لكل نوع من هذه الأنواع. هذا ما مطلوب منك، فقط للاطلاع. كذلك هذا الجدول أيضا يبين لك حسب نوع التربة البوروسيتي، وطبعا السبيسيفيك يلد الخاص بكل نوع من أنواع التربة، غير مطلوب منك. لكن هذا الكلام إيش قلنا إحنا؟ قلنا هذا نقصد به هذني أو خاصات هذه التعبيرين، هذني خصا الأنكونفايند أكوفر. أما بالنسبة للكونفايند أكوفر، الكونفايند أكوفر هذا الكلام ما ينطبق عليه، ماكو عندنا هناك جاذبية أرضية تستنفذ مياه أو بفعل الجاذبية تطلع منها مياه، هذه ما يصير هنا في الكونفايند أكوفر المحصور بين طبقتين صماء. هناك يصير تغير نتيجة تغير البيزومتر، يعني الهيد هذا البيزومتري إذا تغير عندك ممكن يصير تغير في الخزين. فلهذا راح نستخدم تعبير جديد خاص علما خاص للكونفايند أكوفر حتى نعبر عن خزنيته، يعني كمية الخزن. احنا ايش راح نستفيد من هذه التعبيرات؟ نستفيد انه نعرف، اذا سألتك مثلا خزان جوفي مثلا اقول لك امتداده ومساحته كذا كيلومتر مربع او هكتار، ايش قد ممكن ان نختزن مياه به؟ فراح نستفيد من هذه التعبيرات والسبيسيفيك يلد والديتينشن وما الى ذلك، حتى نعرف حجم الخزين اللي ممكن يتوفر بهذا الخزان الجوفي. بالنسبة للكونفايند أكوفر، لاحظ لاحظ أن أنا أعطي لكم هذه العبارة اللي تحت الجدول مباشرة، in case of confined aquifers، يعني في حالة الخزانات الجوفية المحصورة، there is no dewatering or draining of material until the hydraulic head drops below the top of the aquifer. يعني هناك لا يوجد يعني المياه ما ممكن إزالتها منها أو هذه إلا في حالة إذا تغير عندك الضغط البيزومتري. Therefore, concept of specific yield does not apply to confined aquifer. يعني specific yield طبعا هذا مناسب لسؤال مثلا بالاختيارات، ممكن اقول لك specific yield هو مناسب للأكوفر confined ولا، انت اكيد راح تقول لي لا. ولهذا an alternative، يعني an alternative term، يعني هنستخدم مصطلح بديل اللي هو storage coefficient، معامل الخزن or storativity الخزنية، أو إحنا معامل الخزن is used to confined aquifer، يعني بديل عن specific yield اللي نستخدمه في unconfined aquifer، راح نستخدم مصطلح اللي هو storage coefficient، وهذا يعبر عنه بالشكل التالي: it is defined as the volume of water an aquifer would release، يعني هو يعني هي كمية المياه أو حجم المياه اللي ممكن خزان جوفي طبعا محصور ممكن أن ريليز أن يطلقه from or take into storage per unit surface، يعني ممكن يطلقه أو يدخله في الخزن per unit surface area of the aquifer. يعني ممكن هذا حجم المياه، ممكن خزان جوفي محصور ممكن يطلقه أو يدخله في الخزين نسبة إلى شنو؟ نسبة إلى unit change
in a head. يعني نسبة إلى تغير وحدة واحدة من ال أو تغير الهيد. يعني لا تغير العلاقة بالهيد. Its value is of order. يعني هذه قيم الستورج كوفيشنت يعني تعطى بهكذا تعبيرات. مثلا نقول 5 × 10^-2 أو في 1 × 10^-5. هذه طبعا ليست الحفظ بس الاطلاع. مثال نتكلم عن هذا المثال الأول. A groundwater basin consists of 20 km². يعني خزان جوفي أو حوض جوفي مساحته 20 km². The maximum fluctuation يعني أقصى تذبذب يعني صعودا أو نزولا ممكن يحصل في هذا الخزان الجوفي في الووتر تيبل هو 3 متر. مفترضا أن assuming specific yield هو 15%. Determine available groundwater storage. مفترضا أن fluctuation هو 3 متر و specific yield 15%. جد كمية المياه الموجودة في الخزين، يعني كمية حجم المياه الموجودة كخزين في هذا الخزان الجوفي. أسئلة بسيطة طبعا. الإجابة على هذا السؤال ground water storage حجم الـ يعني حجم المياه المخزونة شو راح يساوي؟ يساوي area of the basin مساحة الخزان اللي قلنا بالسؤال 20 في عمق الفلكشويشن وعمق التغير بالمنسوب اللي هو 3 متر في specific yield. طبعا ايش راح يساوي هنا؟ طبعا عندي غلط، هذه 10^6، هذه ليست 6، ليست 106، هذه 10^6، يعني 20 km², فحتى نحولها الى متر في 10^6 في 3 متر اللي هو هذا الفلكتويشن، هذا التذبذب ممكن يصير في السبيسيفيك يلد اللي هو 15 كان، لكن 15% 0.15 الناتج راح يصير عندك 9 × 10^6 m³. المثال الثاني يعني هذا حجم الخزين في هذا الخزان الجوفي. In an aquifer whose area is 100 هكتار، يعني في خزان جوفي مساحته 100 هكتار. The water table has dropped by 3 meters، يعني المنسوب الماء الجوفي، طبعا هذا نقصد هنا بمعنى water table يعني معناها خزان جوفي غير محصور unconfined، يقول لك نزل 3 متر. Assuming مفترضا البوروسيتي and the specific retention، مفترضا ان البوروسيتي المسامية والspecific retention هو 30%، ويعني البوروسيتي 30% والspecific retention 10% respectively. Determine the specific yield of the aquifer. هذه اولا جد specific yield لهذا الاكوفر. ثانيا جد the change in the ground water storage. وكذلك جد، وبما أنه خفض فده يقول لك جد التغير اللي صار في حجم هذا الخزان الجوفي. الإجابة على هذا السؤال قلنا احنا porosity شو تساوي؟ تساوي specific yield زائدا specific retention. إذا في هذه الحالة specific yield ايش راح تساوي؟ راح تساوي porosity ناقصا specific yield specific retention آسف، وطبعا راح يساوي 30 ناقصا 10 راح يساوي 20%. هذا المطلب الأول في السؤال هو specific yield 20%. السؤال الثاني، المطلب الثاني reduction in groundwater storage، النقصان في الخزين المياه الجوفية ايش قد راح يصير؟ عندك 100 هكتار انت كان مساحة الحوض، في 10^4 حتى تحول إلى متر مربع، في 3 متر اللي هو الانخفاض اللي صار عندنا في منسوب المياه،
في سبيسيفيك هيلد اللي هو 0.2، وراح يطلع عندك الريدكشن، صار عندنا نقصان بمقدار يعني حجم المياه اللي نقصت عندنا هي 60 في 10 اس 4 متر مكعب. هذا هو بالنسبة لي، كملت المحاضرة. لا أحد عنده شيء يتفضل.